مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبد أهنا مرشح مدحوين اي حسبك كلمية او قبل ده قلبيت كي جمهورية الصومالي لان كم رأي أولها ما أنت لبعض حسبك كلمية أي بلشدة كده قن ديجان ككلبير اي قبل كجبيلي كلا قيب قلي مدل اي كسو بندقين دول تسكو ده تاجيرو يسيد اي قرب تاجين هين سياسة ده هو قامينيد اي حسبك كلمية مدن موسى بيح عبد مدحوينها جمهورية الصومالي لان أهنا مرشح مدحوين اي حسبك أي الله الله الشعب غير كلبير اي مدشان اسكو صوب حي يا كلبير خان بديد دريدة آذيات وما سنتين قرن دنباء ساعدة إلى الهلكن عدعيد النو تاقريدين رقية دمر عرور عرورة عليمة صلاتين آذيات واردكم أخذ دقائنا بورو ممانتا والعذيين نك الدنيا بها دعاور واخد دعاور نوتان آذبا نقمها إيا نقمها دقائنا إذن كعودكي نوانو حينا هل كان عودك لمجي رو عودك لي آذيات باتارك وما سنتين وحين عطسنا يا إنا ضربه بسان لبق قدم سيد الله عذير يو ماذا حويناها وانا برك الله بعد نمبر تو حزب قال كل مية نمبر كيسو واحد طبعا كله بعد ده كوايي الكاء عروسنا وين لقو ترى جرا جد لقو سقاط سيانو قفنا نوقع حسابين عضو حسابين مر هداي أربعة دي باتهاي إما كوجو تاجن إجا آمو ka amsay ayraantada u daran inta san leh gabayga sawaya barata aad iyo aad baa u maasantay mayrka degmada gabiile maxamed amiin ayaa ummahad celiyay bulshada ku dhaqan deegaanka kala beere gobolka gabiile sida ay u muujeen taageeradooda iyo lagu guda jiro maalintii labaad ee xisbigan u lahaa inuu dowladtiisa ku soo bandhigo deegaanada kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad noqon idin ka mahad celiyeyna codayntii way dhawdahay waxaan idin xasuusinana in markaynu xisbiga u codaynana aynu number 10 ama number 10aad calaamadina saan marka madaxweynaha qaranka loo codaynayna number 2 la calaamadinayo fariintaynu imikay su sheegayna waa u diyaar garow codaynta iyo calaamadaha inu isgaarsiino miyey magaalada oo in istilmaano aad iyo aad baad u mahadsantiin